السلام عليكم البنات، سمحوا لي قلت لكم اليوم نبعث لكم وصفة الحريرة، ولكن لما جيت رايحة نديرها لقيت يعني شوية ما قادر تخصني. راني عملت لكم الحاجب اللي طلبتوا عليها، تاني الفيديو الجاي نعمل الحريرة فرجة ممتعة. اهلا حبيبتي، صباح النور، واش راكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في كوزينة حنان. على بالي بلي توحشتوني، راني رجعت لكم من جديد. اهلا وسهلا بالجميع. رايحه نعطيكم البنات وصفه المحاجب، كنت قلتوا لي عليها من قبل، والعجينه هذه عملتها سبيسيال للمبتدئات، عملت لكم بها المسمن، راه تما في القناه كاين بزاف جربتوه وعجبكم. والوصفه عطيتها لكم شفهيا، قلتوا لي حطيها لنا يعني تطبيقيا، يعني نطبقها كيما راهي. الوغ راني رايحه نمدها لكم دركا وتعطيكم احلى محاجب لعيونكم. تبعوني رايحه نمد لكم المقادير بحول الله. الوغ البنات، عندي زوج يعني مقادير، يعني عملت زوج تاع لي بول هكذا تاع الشوربه، بولين كيما يقول لك، زوج تاع لي بول سميد رطب. هاوليك هذا السميد رطب، نوعيه جيده. انا عملت سوسيمي وعملت كاس تاع لاتاي فارينه هكذا، خلطوهم. العجينه هذه عملتها يعني خصيصا للمبتدئات، كاين بزاف قالوا لي العجينه تقطع لنا والعجينه تجيهم يابسه، ما يعرفوش يتحكموا بها، عملتها لكم خصيصا. وثاني اللي يعني ما تنجح لهمش عجينه المسمن ولا الرقاق ولا لملا، راني عملت بها الرقاق، عملت بها المسمن اللي شفتوه في القناه، ورايحه نطبقها لكم للمحاجب. نخلط السميد والفارينه ونشمخ بالماء دافي، ما يكونش دافي بزاف، يعني ما دافي عادي باش ما تقطع لناش العجينه، ونكمل معكم الطريقه بحول الله. بسم الله، رايحه نبدا معكم البنات. نقطه مهمه، الماء يكون دافي، ماشي دافي بزاف باش ما يقطعش العجينه، دافي عادي. وكاين واحد البنات قالوا لي الفيديو طويله، انا علاش قلت لكم نمد لكم الوصفه يعني بالتفصيل بالشرح الممل باش تنجحوا فيها، يعني ماشي نحط الوصفه وخلاص. شوفوا تبعوني. الملح ما نعملوش دركا حتى نشمخو العجينه تاعنا. ثاني سر من اسرار نجاح العجينه، ما نعملوش في الاول. البنات هايلك العجينه كيفاش تكون، شوفوا تعجنوها بالقاصح كما وريتكم الرقاق، وريتكم العجينه تاع المسمن اللي هي هذه هي اللي حبيتوها المحاجب. لازم مع الاول كي تلموا العجينه تكون عجينه قاصحه، هذا سر نجاح العجينه تاعنا باش تجينا تتكسل وطريه. تعجن تدلكوا هكذا، راح فيها الفارينه ما راحش تدي معنا دليك طويل. نعجنوا هكذا لمده 10 دقائق باليابس كما راكم تشوفوا، وكل مره نشمخوا يدينا. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا بيا، تشمخوا يديكم شاك فوا، تشمخوا يديكم كل مره وتطريروا العجينه بالعقل، ما تشمخوهاش مباشره ما تعطيكمش نتيجه احسن للعجينه تاعنا. كل مره نشمخوا يدينا كما وريتكم المطلوب، ولكن هذه تدي شويه وقت. تقلبوا العجينه تاعنا هكذا، وراكم تدلكوا فيها لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه حتى تطرى العجينه تاعنا كما عودتكم تولي تطرطق. دير المبابل، رايحه نكمل ونوريكم العجينه تاعنا كيفاش نستعملوها وكيفاش نرجعوها. نتلاقاو من بعد البنات. راني نسيت الملح، من بعد ما تشمخوها بالماء وتدلكوها لمده 5 دقائق يعني قاصحه، طريوها شويه، نعملوا الملح تاعنا كما راكم تشوفوا. حرزوا الملح، كاين الملح اللي مالح كاين اللي شويه، يعني تفاداو ديروا شويه وشوفوا الا خصها زودوا الملح. نشمخوه ونحطوا العجينه تاعنا. هذا الطريقه ثاني سر من اسرار نجاح العجينه، ما نديروش الملح مباشره، ونبداو ندلكو حتى نطراوها كيما قلت لكم. كل مره نشمخو يدينا وندلكو. البنات كيما راكم تشوفوا رايحه نحضر الحشوه تاعنا للمحاجب. عملت هنايا البصل، حكمت حبه بصل قسمتها على 4، انا ما نحبش
المحاج الصلصه تاع المحاج بالبصله تاعنا طويله باش يعني لما تجي راح تقسموا الحبه ما تجيش الشرائح تاع البصل طويله. الحبه قسمتها على اربعه وقطعتها وراني عملتها في الزيت ونقليها نشحرها لمده 10 دقائق. لازم البصله تاعنا تتشحر يعني تتقلى في الزيت، ما نعملوش الملح باش يساعد ما نعملوش الملح باش ما البصله تاعنا تطلقش العصاره تاعها الماء تاعها باش تتحمص ويعطينا بنه للصلصه تاعنا. ما نعملوش طماطم مرحيه حتى تتحمص البصله تاعنا لمده 10 دقائق. نعملوا الملح ونزودوا نعملوا الطماطم تاعنا مرحيه على حسب كميه البصل، لازم كميه البصل تكون زياده على الطماطم تاعنا، ونخلط لمده 5 دقائق لما نرموا الطماطم تاعنا. وتعملوا الا حبيتوا الفلفل حار مقطع ولا الهريسه باش يجوا حارين. وماذا بكم اذا كان عندكم فلفل حلو، نعملوا قرن تاع فلفل حلو ونقطعوه دي بتي دي، يعطينا بنه رهيبه للصلصه تاعنا. وتخيروا النوعيه تاع الطماطم تكون حمراء وطايبه باش تجي الصلصه تاعنا حلوه، ما لازمش تكون الطماطم تاعنا يعني قاصحه وخضره، رايحه للصلصه تاعنا ما تجيش بنينه. هذه هي رايحه نبدا نحضر الصلصه تاعنا ونوريها لكم. حبيبتي رايحه نعطيكم ثاني سر من اسرار نجاح، ماشي نجاح يعني، لتطبيق الحشوه تاعنا للمحاجب. لازم يعني نقطه مهمه صدقوني راحيني تعطيكم احلى حشوه للمحاجب ديالنا. لازم الطماطم لما نختاروها تكون نوعيه جيده، تكون طماطم حمراء حمراء، لازم تكون حمراء حمراء يعني حمراء دم، وتكون طايبه فوالا كما راكم تشوفوا، ما تكونش قاصحه ما تكونش جيوغ وما تكونش خضراء، لان الحشوه تاعنا والله صدقوني ما راحش تجي بنينه. العجينه تاعنا رايحه تجينا بنينه بالبزاف، ولكن الحشوه تجي شويه ناقصه. وما تعملوش ترحيوها يعني في الراب ولا في لاغاباج ولا في الميكسور ولا وما تعملوش طماطم تاع الباطا الا للضروره، يعني الا كانت شويه طماطم تاعكم ناقصها يعني حموريه تعملوا نص مغرفه تاع قهوه. انا هنا طماطم راهي عندي هايله، شوفوا ما شاء الله، ما رايحش نعمل طماطم تاع الباطا، انا ما نحبهاش. رايحه نكمل معاكم الطريقه يعني لتطبيق الحشوه. حبيبتي شوفوا الصلصه ما شاء الله عليها، شوفوا راكم تشوفوا فيها حمراء هايله، رايحه تعطينا حشوه لذيذه بالبزاف ورائعه وبنينه. يعني تبعوا الطريقه تاعي هذه ورايحين تشوفوا البنه تاع المحاجب تاعكم ولا اروع. كما عودتكم هاي لك البنات العجينه تاعنا من بعد ما عياتني. العجينه تاعي الاولى اللي درتها عملتها لكم في البيترا، قلتوا لي عمليها لنا باليد ماشي حنا كاع عندنا العجان. راني عملتها لكم عدلكتها بالناشف وبديت نرخف بالماء كل ما نشمخ يديا وعملت الملح. هاي لك شوفوا العجينه تاعنا كيفاش تجي، شوفوا ما شاء الله، وهم لك النبابل حتى تولي تطرطق وتطرى تحبسوا. رايحه نديرها في وعاء ندهنه بشويه زيت ونزيد ندهنها من الفوق بشويه زيت، نخليها تريح لمده 10 دقائق ونعاود نعمل كريات صغيره، زيد ندهنها نستفوهم في بلا ونغطوها ببلاستيك شفاف ولا اي حاجه بلاستيكيه ونخلوها تريح مده ربع ساعه ونبداو نخدموا بهم بحول الله. قلت لكم العجينه ثاني السر تاعها لنجاحها ونجاح المحاجب تاعنا، لازم العجينه ترتاح، نقطه مهمه، رايحه نديرها ترتاح ونكمل معاكم. البنات كما راكم تشوفوا هاي لك البصله تاعنا تحمرت، لازم تتبال كيما عطيتكم يعني الطريقه تاعها كيفاش باش تجينا الحشوه تاعنا بنينه. لازم تخلوها تتحمر حتى تتبال كيما راكم تشوفوا فيها. عادك نرمي الصلصه تاع الطماطم تاعنا لمده 5 حتى 10 دقائق، نخلطوا حتى تعقد وتجي خاثره، نطفيو عليها وما ننساوش الملح والفلفل الكحل والهريسه والحار مقطع كيما قلت لكم اذا حبيتو. وتاني تجي بنينه بزاف الى عندكم فلفل حلو، تعملوا على حسب الكميه. كما راكم تشوفوا راني عملت صلصه الطماطم، نخليها لمده تقريبا 10 دقائق ونطفي عليها. هاي لك البنات العجينه من بعد ما قطعتها ارتاحت في البول تاعنا الكبير لمده 10 دقائق، عاودت عملتها كريات وارتاحت كما راكم تشوفوا العجينه. فوالا هاي ريحت رايحه نبدا معاكم. بسم الله كل وحده وطريقه تاعها في حل العجينه، رايحه نعطيكم طريقه الجدات وانتم ديروا الطريقه اللي راكم معتمدينها ولا حبيتوا تطبقوا الطريقه تاعي. اللهم بارك.
لكم الطريقة الثانية اللي عملتها لكم على الرخامة، ونعطيكم الطريقة الثانية ثاني تاع بزاف المبتدئات، ولا حبيتوا ديروا الطريقة هذه ثانية رائعة. فوالا شوفوا الصلصة تاعنا ما شاء الله. البنات كاين طريقه يعملوها، يعني يعملوا هكذا، شوفوا العجينه تاعنا ما شاء الله، يعملوا هكذا ويزيدوا يعملوا هذه الطريقه، يعني ويحطوا الحشوه تاعهم هنا من الفوق. انا هذه هي طريقتي ناجحه 100% ورائعه، وما تتحللناش وما تقطعش العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. هاي ما فيش اسهل من العجينه هذه من الطريقه هذه. راني وريتكم الطريقه الاولى رايحه نعملها في المقله تاعنا الطيب، والطريقه الثانيه رايحه نكملها معكم. فوالا البنات كما راكم تشوفوا هذا هو سر نجاح العجينه، شوفوا الانتفاخ وما شاء الله بدون زيت، شوفوا الانتفاخ، شفتوها كيفاش نفخت. هذا العجن الجيد تاع العجينه والكميه تاع الفرينه اللي ضفتها لكم. رايحه نوريكم طريقه القصعة الطريقة الثانية، رايحة نعطيكم الطريقة الثانية البنات تاع القصعة، يعني تساعد بزاف المبتدئات وتقبضوا القطر، يعني العفسة تاع المحاجب تاعنا باش تجيكم يعني نفس الحبة، ما تجيكمش مديكاليا. هذه يعني تنفع بزاف مع المبتدئات. انا كيما شفتوني نعمل فوق الرخامه، وهذه عملتها لكم سبيسيال لكم. رايحه نوريكم كيفاش تجبدوها الطريقه الثانيه، ماشي كيما اللي عملتها على الرخامه، لازم نرقوا الحواف باش ما تجيناش الحبه تاعنا خشينه. بسم الله، حاولوا ما تهبطوش على الحواف العجينه بزاف باش ما ديكاليناش الحبه وما تجيش كبيره، ويجوا نفس الحبات. قبضوا يعني العفسه اللي درتو فيها نفس الجبيد اللي جبدتوه باش تعطيكم نتيجه رائعه للحبه. حاولوا تجبدوا العجينه منا باش تجيكم مستويه كما راكم تشوفوا. ولا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا فيها، راني عملتها فوقتها ما تقولوش خشينه، دوك تشوفوا كيفاش تجي العجينه تاعنا، راهي رقيقه بالبزاف. رايحه نحطها في المقله تاعنا، ما تكثروش الزيت باش ما يجيش المحاجب تاعنا ميدمين. هاي لك الحبه تاع المحاجب، شوفوا راني عاد ما قلبتهاش وراهي تنفخ، رايحه نقلبها ونوريها لكم. فوالا البنات كما راكم تشوفوا هاني قلبتها، هاي العجينه تاعنا تنفخت، شوفوا هاي لك. راني مديت لكم العجينه مع السر تاعها والتدابير والتدبيره باش تنجحوا فيها. انا رايحه نكمل المحاجب تاعي ونوريكم يعني الوصفه النهايه تاعها في طبق التقديم بحول الله. البنات نقطه مهمه نسيتها، شوفوا العجينه هنا تاعي، شوفوا ما شاء الله راهي تنفخت. كاينه نقطه مهمه رايحه نقولها لكم، العجينه لما تعملوها وتشوفوا الحبه تاع المحاجب تاعكم لما تعملوها ما تشوفوهاش تنفخت، عارفوا بلي كاين خلل، العجينه تاعكم راها انتقبت، راها تقبتها الصلصه،
الوغ كيما نقولوا هنايا انا العجينه تاعي راهي تقبت، انا تاعي ما شاء الله ما تقبت. شوفوا كيفاش نفخت، عملوا هكذا، حطوا السباتولا تاعكم على الثقب، غلقوها سيروا عليها بيان، راهي حتتنفخ بكل سهوله. يعني هذه سر من اسرار ثاني العجينه تاعكم لما تقب. والانتفاخ واش هو الانتفاخ؟ يعني العجينه تاعكم راهي حطيب كليا وتستوي. وشوفوا ما شاء الله، ها راني مديت لكم ثاني سر العجينه لما تقبلكم، رايحه نوريها لكم في صحن التقديم. هاوليك طبق التقديم البنات، شوفوا ما شاء الله، هاي ليك، جربوهم على طريقتي ان شاء الله. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم، ما تنساوش جيم لا فيديو بارطاج، نحبكم، بيزو، مع السلامه، في امان الله. ما قدرتش البنات باش نصور لكم الكميه الكبيره اللي عملتها، طاروا بهم الغالب كلاوهم، هذا واش فضل والحار ما نقول لكمش ما شاء الله. اي فوالا، بقاو على خير، مع السلامه، في امان الله، باي باي.